السلام عليكم، بونجور، كداير لاباس عليكم؟ بخير، صحيحة، هما هادوك. وصلنا للصفحة اليوم 116 116 والصفحة 117 117 117. دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الثالثة تخوازيام ماني. نبدأ على بركة الله. الكتاب ديالك حداك؟ لو كرايون ديالك حداك؟ يلا نبداو. يكون حداك الكتاب وقلم الرصاص ديالك باش نجاوب ومن بعد نشوفو التصحيح كنا مجموعين. صافي، نديرو محاولة، يعني ماشي ناخدو الكتاب ونقلو، يعني نقلو الأجوبة، يعني ما درنا حتى شي حاجة. نبداو، تبع معايا باش نقراو لو تكست. لو تايور دو مون فرير دو، يعني لا دوزيام بارتي، يعني هذا الجزء الثاني. لان الجزء الاول راه كاين في القناه، اللي مازال ما شافوش او اللي محتاجه راه كاين في القناه الجزء الاول، يعني النص الاول والاسئله والتمارين ديالو. لو تايور دو مون فرير دو، دوزيام بارتي. ابري لا كوتور il demande à son client de faire un premier essayage pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures, toujours souriant, moubtessim. Il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Ceci de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois, et réalise si besoin les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Et le remet avec un grand sourire à son client. انا قريت بشويه، قريتها مفرقه وقريتهم كيما خصهم يتقراو، يعني اللي غيتلصقوا اللي تنديروا لهم لا ليزو. دابا نحاولوا نشرحوا باش نتفهموا شنو تتقراو. دائما لو تايور دو مون فرير، الخياط ديال خويا. ابري لا كوتور il demande à son client de faire un premier sillage. يعني من بعد ما تيخيط، من بعد الخياطه، يطلب دوموند، هي يطلب، تيطلب من الكليون انه يدير واحد، كيقيسها. كنقولوا هكا ملي تمشي عند الخيط كنقول لك قيسها واش جاتك هي هذيك، ما خصها شي حاجه، كيقول لك قيسها. بروميي سياج بوندون ليكيل لا جوست مينيسيوزمون لي ميزور توجور سوريون، يعني هو تيبدا يشوف كل حاجه كيشوفها وتيقيس، وهذا هو ديما سوريون، يعني مبتسم ضاحك، يعني تيبتسم لك في وجهك. يل دوموند لافي دو سون كليون، بعد كيقول لي زعما كي جاك هادشي. il demande l'avis، يعني الراي ديال الكليون، زعما ها انت لبستيها كي جاك. une fois le vêtement fini، يعني مع كتسالي داك الفيتمون اللي باس، الفيتمون هي اللي باس، كتسالي صافي هي هادي. il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit، تيديها تيصلحها، تدير لها المصلوح، تيصلحها باش تولي عندها اون بيل فورم، يعني باش يولي عندها واحد الشكل جميل، لانه الحوايج من قبل ما تنصلحوهم تيكونوش زوينين. دونك سوسيو دو ساتيسفير سون كليون، il lui demande d'essayer le vêtement encore fois، يعني باش نيت فعلا يرضي الزبون ديالو ويكون داكشي هو داك، تيقول ليه هاك عاود عاوتاني قيسها دابا منين صلحناها وقديناها صافي ما بقى والو، تيقول ليه هاك لبسها، تيلبسها يغياليز سي بوزوان لي غوتوش فينال، يعني باش كيشوف هاك ما خصها حتى شي حاجه اخرى، مثلا غيزيد يخيط هادي، ينقص هادي، يزيد هاد اللعيبه هنا، يجبد هادي، المهم لي غوتوش. كنقولوا لي غوتوش غير دوك اللعيبات، نقولوا اللعيبات الاخرين اللي تيخصو اللبسه. اونفان هي
وفي الأخير لو فيتمون اي بريت ا بورتي، يعني جاهزة باش تلبس. بريت ا بورتي يعني جاهزة للبس. Et le remet avec un grand sourire à son client. Ok, atteha bikul, bouhde sourire, sourire ibtisama. Ibtisama kabira, arida, atteha le client, tu yani, atteha le client, tu goulé hak, libsa diak rahia hadik bsha, ou raha. Ouhtehna, ankounou salina la lecture. Désolé, les questions. Donc, avec quel objet le tailleur prend les mesures? Had, la question, hadi, ma kish jawab dila hna f text. كاينه في التكست اللي قبل منها، انا نشرح لكم وانتم غتعرفوا باش كياخد لو تايير الخياط باش كياخد العبار لي ميزور العبارات باش كياخدهم واش بلي سيزو بالمقص بلي زيكوي هادشي كلشي راه كنا شفناه وشرحتو هذاك النص له وشرحتو بالماتيريال بكلشي تري بيان كياخدهم بالمترو يعني il prend les mesures avec le mètre ruban تري بيان برافو il prend les mesures avec le mètre ruban برافو deuxième question Que fait le tailleur après la couture? ملي تيخيط شنو اول حاجه تيدير شنو تيدير من بعد ما تيخيط اللبسه راه كاينه هنا في هذا التكست هذا كاينه في السطر الاول دونك il demande à son client de faire un premier essayage يعني تيعطي ان الكليون يقيسها المره الاولى جولي j'écris entoure la phrase qui correspond au dessin voilà le dessin هو الرسم Je vais lire les phrases, on dira les phrases et vous devez entourer la bonne réponse. On dit ندورو على الإجابة الصحيحة. Le tailleur repasse un vêtement. Le client essaye le vêtement. Le vêtement est prêt à porter. بون خا ما نفهمش أنا هاد الجمل. إيه شوفوا معايا لو تايور كاين هنا شي تايور؟ ما بانش لي هنا لو تايور. التايور هو والخياط ما كاينش. ديما كنمشي لداكشي اللي تنعرف انا في لافراز لو كليون ايسي لو فيتمون لو كليون كاين شي كليون كليون هو الزبون ما كاينش هنا كاين لو فيتمون اي بري تا بورتي اللباس جاهز للبس هو نيت فعلا هذا لو فيتمون اي بري تا بورتي تري بيان 4 لي لي فراز اوت فوا هنا فقط غادي نقراو هاد لا كيسيون هادي فيها فقط اننا غادي نقراو بصوت مرتفع اوت فوا يعني بصوت مرتفع قراو معايا لو تايير شوازي لو ماتيريال نيسيسير بور لا كوتور لو تايير شوازي لو ماتيريال نيسيسير بور لا كوتور il passe e Repassage. Il passe au repassage. Le vêtement est prêt à porter. Le vêtement est prêt à porter. غير غادي نقراوهم هذا هو يعني قراو عاود قرا باش ملي تكون في لاكلاس تقراها مزيانه Entoure les mots dictés par ton enseignant هنايا كاينين هاد لي مو ياك هذا غديرو في القسم غادي تقراوهم كلهم كيما هكم بعد الاستاذ ولا الاستاذه ديالكم غادي تقول لكم واحد زوج ولا ثلاثه وانت غتدور عليهم نقراوهم لكم لو تايير لا كوتور لو روباساج لي سيزو لو باترون لي فيتمون غادي نقراوهم بعد غادي تهزوا القلم الرصاص غتقول لكم مثلا الاستاذه ديالكم مثلا يلا اونتوري لو باترون انت غتمشي تشوف فين هي لو باترون هنايا هيا هي هادي وغتدور عليها فهمتوا يعني هذا ما غاديش يدير هنا حيت ما عرفناش حنا الاساتذه ديالكم اشنو غادي يطلبوا منكم ولكن خصكم تفهموا غير السؤال هو هذا بغيتي دير محاوله مع ماماك ولا باباك ولا خوتك هكا بقى تقول لي مثلا يلا قول لي كلمه وانت تحاول تقراها فين هي وتدور عليها تتعرفهم كلهم وصافي وتجيك مزيانه في القسم جولي اي جيكري اكري لي مو افيك لي سيلاب دوني دونك عندنا لي دوني لي دوني عندنا لي سيلاب لي سيلاب هما المقاطع Donc, J, GUI, SI, LE, E, ZO, SO. Il y a quatre SO, ou alors il y a quatre SO, ou ZO. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais dire. Des aiguilles. E, MAGUI. Bravo, des aiguilles. Des aiguilles. يلا كان نلصق كل زوج سيلا باش يعطيني واحد الكلمه صافي هذا شنو هما هادو راه المقص كنهضروا على المقص ما كنهضروش على اليدين هاد المقوس هادو
شنو سميت المقص؟ سي زو. تري بيان، دي سي زو، برافو، دي سي زو. وهذا بقات وكل حاجه درتيها اضرب عليها، مثلا جي صافي، كوي صافي حيدناها، سي حيدناها، اي حيدناها، اش بقى لنا؟ بقات لينا لي وجي. دونك ان جي لي، صافي هو هذا. سهل كيما راه، هكا كيما هذا التمرين، كيما هذا مي لي سيلاب دون لوغدغ بوغ ليغ لي مو. فوالا عندنا دو سيلاب، غادي نحطوهم بالترتيب المناسب، شكون اللي غنسبقو شكون اللي غنتليو باش نحصلو على لو مو. عندنا تور كو لا كوتور، تري بيان، لا كوتور، كوي اي فوالا اون اكوي، برافو. زو سي دي سيزو، تري بيان، برافو. نمشيو لاخر، او لا لا، كوش لا فراز كي ا لو ميم سونس كو لا فراز دو تكست. راه خليت لكم الجواب ولكن معليش. لو فيتمو اي بريت ا بورتي، هاد لا فراز هادي لو فيتمو اي بريت ا بورتي، ما عليناش، هادي ندير لكم جواب، صافي نجاوب عليكم، لانه بحال هاد التمارين كاينين جايين في الصفحات الاخرين ان شاء الله باش تفهموه. عندكم واحد لا فراز هي كتكون في التكست، مثلا بحال دابا هنايا اختاروا لو فيتمو اي بريت ا بورتي، شكون في هاد الثلاثه اللي عندها المعنى ديالها؟ شكون نفس المعنى، ميم سونس، ميم سونس يعني نفس المعنى. لو فيتمو ايتا ديشيري، يعني ديشيري هي مقطع ممزق. لو فيتمو اي بري تا فوندر، جاهز للبيع. ولا لو فيتمو اي بري تا ماتر، ولا هو جاهز للبسوه. شوف راه اللي دار بعدا واحد الحاجه، اللي دار لو فيتمو اي بري تا فوندر حتى هي راه صحيحه، بري تا فوندر راه صحيحه، بري تا ماتر راه هي صحيحه، بزوج بهم صحاح، هذه وهذه بزوج بهم صحاح، لانه اللي كنقولوا بري تا بورتي يعني جاهز حتى للبيع، الا ما كانش غادي يشريهم شي حد، الا ما كانش حد مشى يخيطهم يلبسهم راه يشريهم جاهزين، يعني بزوج بهم صحاح صافي. المهم ماشي هادي، ماشي الاولى، حيت الاولى زعما مقطعين، ماشي نفس المعنى. هنا بري تا بورت يعني جاهزه للبس. نف بار لانترو دون شاك ليست، حتى هاد النوع ديال لي كيستيون غيجيكم بزاف هاد الايامات اللي جايه ان شاء الله. بار بار هي اضرب وشطب، لانترو هي الداخل، وكتلقاي واحد وكتلقى واحد الكلمه ماشي بحال الاخرين. نعطيكم مثال في الاولى، لي زيغوي لي زيبانغل بوم سيزو، يمكن عرفتوها، حيتاش ايغوي وزيبانغل وسيزو كلهم من الماتيريال ديال لو تايور، من الادوات اللي كيستعمل الخياط. شكون اللي داخله هنايا؟ ما عندهاش، هي بوم، بوم هي التفاحه، اش كدير التفاحه بين الماتيريال ديال الخياط؟ اذا غنضربوا عليها، فهمتوا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا. يلا دابا نقرا لكم هادو، جاوبوا عليها نتوما بوحديكم. ايكوري، ايكوري ما عرفتش عقلتوا عليه، ايكوري هو السنجاب. كوستيم روب بونطالون، بونطالون سيروال، روب الفستان، كوستيم البيزلا الكوستيم. شكون اللي داخله هنايا؟ شكون اللي غنضربوا عليها؟ تري بيان، ايكوري هو السنجاب، اش يدير السنجاب بالحوايج؟ كاين هنا هذا عاوتاني ساهل، هذا لو مينويزي، لو تايور، فولاي، لو ميكانيسيان. واخا كاع ما فهمتش انا المعنى، عندنا مينويزي هي النجار، تايور هو الخياط، ميكانيسيان هو الميكانيسيان، هو الفولاي اللي ماشي هي فولاي، طيور من الطيور، ما عندو ما عندها ما دير بين هادو، هادو كلهم دي ميتي مهن، فهم؟ صافي هنايا مي لي مو اون اوردر بور كونستروير اون فراز اي اكري لا. دونك بحال ديما هذا ديما تيكون هذا التمرين ديال انه تيكون عندنا واحد لا فراز مخربقه وحنا كنعاودو نقادوها ونعاودو نكتبوها بالطريقه الصحيحه. دونك كليون لو فيتمون ايساي سون، والاخرى لو شوازي نيسيسير ماتيريال طيور لو. يلا ديروا محاوله ديالكم، وقفوا لا فيديو حتى ديروا المحاوله ديالكم، ورجعوا شوفوا معايا لا ريبونس. يلا صافي. يلا الاولى هي لو كليون، لو اصلا قلتها لكم في اخر مره، اخر فيديو كنت درتها لكم، وديما تنقولها لكم، ديما لا فراز الا ما عرفتيش كاع انت باش كتبدا لا فراز، ديما كتبدا بداك الحرف الكبير، الكلمه اللي عندها الحرف الكبير الماجيسكي. لو كليون
لو كليون اسي سون فيتمون، يعني الزبون يقيس ملابسه او كيقيسها واش هي هذيك جات معاه ولا لا. الاخرى لو تايور شوازي لو ماتيريال نيسيسير، هذا هو لو هيا عندك كبيره. لو تايور شوازي لو ماتيريال نيسيسير، وديما الكلمه الاخرى تتكون عندها نقطه. شتو فيتمون هي الاخرى تكون عندها النقطه، هنا نيسيسير شتو هي الاخرى تكون عندها النقطه، لانه لا فراس كتبدا بالماجيسكيل وكتسالي بالبوان. حتى انا دابا سالينا صافي. يلا سالينا لا سيونس، دونك او روفوار، ونتلاقاو ان شاء الله في نوتخ سيونس. الى اللقاء.